رجعت معكم مشاهدينا، انضمت لي رندا فهد بي ايت سمارت. نحن ناطرين اتصالاتكم، اذا عندكم اي سؤال لرندا على 0444444. بدنا نذكركم بمسابقه بيري لايت، وفي خبريه رندا، وموضوعنا اليوم هو الانترميتنت فاستنج، نوع من انواع عديده من الريجيمات. رح نحكي عن كذا نوع بفتكر بهالاسابيع القادمه. شكرا رندا، 100%. صباح الخير. صباح النور، كيفك اليوم؟ كثير منيحه. خلينا نذكر بالمسابقه. اكيد مسابقتنا هي خارج هذا الوضع اللي نحن فيه، وضع الرشح هو على الفيتامين سي. كانت مسابقه كثير هينه، اي في فيتامين سي اكثر، هل هو الليمون اما الكيوي؟ طبعا بنفس الكميه. مشاهدين عندهم لا ليله نهار مضبوط ليجاوبوا حتى يكونوا عم يربحوا من مطابخ بيري لايت، ويكونوا عم يبلشوا ريجيمون ويربحوا اكلات الصحيه واللايت. اكيد رح يجيبوا على فيسبوك بيجز ام تي في الايف او ار دي اف رندا دنيا فهد او بيري لايت هيلث سنتر. وطبعا فيهم كل المشاهدين يكونوا عم بيتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد. سو بكره الجواب، وبكره اسم الرابحه والرابحه. 100%. شو خبريتنا اليوم؟ اليوم خبريتنا هي على سؤال معين، ليش نحن عم ناكل ملح وليش عم يطلب جسمنا ملح؟ اذا نحن بنحكي دائما انه بدنا ننتبه لكميه الملح اللي بناكلها وما ناكل زياده، طيب ليش اوقات بناكل زياده؟ هل في اسباب معينه؟ والجواب بهالريسيرش اللي انعمل طلع انه ايه، في عده اسباب تخلينا نطلب انه ناكل ملح زياده. منها هو وقتها نعرق، فطبعا وقت واحد يعرق ويظهر مي بجسمه، هو مش بس مي عم يظهر، عم يظهر المي مع الملح مع غيره من المعادن. فمشان هيك الجسم بيطلب ياخذ ملح اكثر. فاذا كمان وقت واحد يعمل رياضه الانسان بيطلب ملح. بس هذا بيعني انه بالصيف ناكل ملح اكثر من الشتاء او لا؟ الوقت نعرق اكثر جسمنا بيطلب انه ناكل اكثر. فهي بوقت اللي بنعرق فيه، هذا واحد. هلا هذا سبب من الاسباب. السبب الثاني دائما هو الديهايدريشن، فكمان الجواب لك هو ايه مزبوط. ديهايدريشن يعني وقت نحن عم يمرق نهارنا منا شاربين في مي، والمي عم يخف بقلب الجسم، لكن هون عم يصير في طلب للملح الزياده. فاذا هون كمان شغله كثير مهمه. ثالث شغله طبعا نحن بنعرف بالدوره الشهريه وقت يكون في بي ام اس قبل باسبوع، الامرأة بتطلب انه تكون عم تاخذ ملح زيادة، وهيدي حقيقة اكيد علمية. سو هيدي العلاقة بالهرمونات، فينا نقول هي العلاقة بالهرمونات، تقلب الهرمونات 100%. هلا كمان قلة النوم ستريس بيطلب ملح. هلا نحن بنقول قلة نوم وستريس بتطلب اكل، بتطلب سكر، بتطلب كثير اشياء. اكزاكتلي. فهون هن ثلاث اشياء اللي بينطلبوا، بينطلب الملح، السكر، والفات، لانه هول الثلاثتهم هن رح يخلوا الدماغ انه يعطي الدوبامين 100% اللي هو الهرمون اللي بيريح. بس اذا بننام نستبدلهم كلهم 100%. فالنوم الرياحه النوم يعني النوم بالكميه المضبوطه، الرياحه اكيد فينا نكون عم نستغني عن وقتها نحن بدنا نفتح كيس الشيبس اللي هو فيه الملح اللي هو فيه الدهنيات ونكون عم ناكلهم. هلا هون كمان بدي احكي انه الامراه الحامل اوقات بتحس حالها عم تطلب ملح زياده، كمان لانه هي كانت بحاجه لتشرب زياده ما شربت، او خصوصا هي وقتها تكون عم تستفرغ. فهون عم تحتاج لملح اكثر. هلا هول كل هالاسباب اللي ذكرتيهم لحديت هلا رندا، اسباب كثير منطقيه ومش غلط انه نلبي هالرغبه، مش هيك؟ ايه بهالحالات. بهالحالات، ولكن نحن اذا عم ناكل اكثر من 2500 ملي جرام بالصوديوم بنهارنا، هيدا الشيء عم ياذينا. فاذا وقتها نحس حالنا نحن عم ناخذ اكثر، اما صار عندنا هبت اللي ما حكيته انه نحن عم نعود لساننا انه يكون عم ياخذ، هيدا غير سبب مصر. هيدا ممكن يشكل خطر 100%، بيكون عم نحط زياده. بس كمان هونيك حتى نحن نتفادى انه نزيد الملح، ساعتها بدنا نكون عم نشرب زياده، ساعتها بدنا نكون عم ننام، عم نريح حالنا. هول الاشياء اللي عم نقول عنهم. واخيرا بدي اقول انه طبعا في اسباب صحيه لامراض كثير معينه ما رح فوت بتفاصيلها، هي اللي بتدعي العالم انه تكون عم تاكل ملح زياده. فهون اليوم بس حبيت احكي بخبريتي عن اسباب اللي بتدعينا انه ناكل ملح. لما جسمنا يرغب الملح نجرب نفكر ليش، وين نحن باي وضع من الاوضاع. لكن اليوم موضوعنا انواع ريجيمات كثير عم نسمع فيها، كثير اشخاص عم بيجربوها، في ناس بتنجح في ناس
ما عم تنجح فيهم. اليوم هو الانترميتنت فاستينج، هذا الرجيم كثير عم نسمع فيه يعني من سنه تقريبا لهلا، وبيعتمد على الصيام يعني نمنع جسمنا من ساعات عديده الأكل. من الاكل 100%. انا تينا اسبوع التنين الماضي حكيت على انواع معينه من الرجيم لانقاص الوزن، اليوم قلت بدي احكي على الانترميتنت فاستينج، الاسبوع الجاي بنحكي على الكيتو دايت. هيك هول الدايتس اللي هن كمان اللي عم نسمع فيهم، الاسامي اللي عم نسمع فيها اللي هي مثل ما قلنا ترندي، اما اللي هي دارجه بهالايام. وقتا نحكي intermittent fasting مثل ما قلتي هو الصيام أو نمنع حالنا أنه ناكل أكل لفترة معينة من النهار. هلا اللي بدي أقوله أنه أنتوا بتسمعوا أما بنسمع intermittent fasting مثلا 16-8 يمكن شي، يعني 16-8 يعني هو واحد يكون 16 ساعة مش عم يأكل و 8 ساعات اللي هو بده يأكل فيها. رح أعطي مثلا أنه واحد إذا بلش تجويته الساعة 10 بده يوقف الساعة 6 والباقي من 6 عشية للعشرة الصبح ما بده يكون عم يأكل. نعم. هيدا الانترميتنت فاستينج في يختلف، يعني في ناس يعملوا غير اوقات 16-8، فيهم يعملوا اوقات يمكن 14-10، يمكن يعملوا اوقات 12 ساعه، فيهم ياكلوا 12 ساعه يوقفوا، في يكون احيانا في يكون اصعب 100%. في منهم بيقطعوا يومين و48 ساعه حتى. هلا اللي بيقطع يومين كمان عندنا بالفاستينج مزبوط، ثانك يو لانه ذكرتيني بالفاستينج، حتى في ناس بيقطعوا يومين وبيقولوا خمس ايام تاكلوا اللي بدكم اياه، انا ما ذكرته لانه هنيك انا ضد الخبريه صرت 100%. بعدين بفتكر هذيك يعني شوي اكستريم وصار بدها مراقبه هلا مش حي لحدا لازم يعملها 100%. هلا هون بدي ما بعرف اذا الوقت رح يسمح لي، بس باخذ وقت بدي اشوف مين بده مراقبه ومين ما لازم يعمل هالشيء. هلا لارجع لموضوعنا، فاذا نحن بهالصيام قلنا 16-8 رح اعطي هيدا الرقم واحكي عنه، فاذا هون نحن ب 8 ساعات رح ناكل 16 ساعه ما عم ناكل. هيدا الشيء تبين انه نجح 100% وقت انعمل اكسبيرمنت على الحيوانات، وتبين انه هن نقصوا بالوزن، انه هن خف عندهم الكوليسترول، التريجليسيرايد، الضغط، السكر، فكل هولي كان له نتائج كثير ايجابيه. ليش؟ هون كان اندر كنترول. فاذا هون كمان الكنترول هيدا الشيء بدي احطه بين هلالين، لانه بدي ارجع اذكرها كمان بعد شوي. نعم. بالنسبه للعالم للاشخاص، فاذا هون حسب عم نحكي ساينتفكلي سبيكينج علميا انه هو الجسم عم يرتاح، وقت ارتاح الجسم من الاكل خلى جهاز المناعه يكون عم يشتغل او يكون عم بطريقه مريحه، اما يكون عم يرتاح فهول الالتهابات اللي بتؤدي لكل الاشياء اللي انا ذكرتهم هي خفت. مشان هيك هون هو فيد صحتنا وهي صحتنا. بالنسبة لوزننا، إن إحنا لا أحكي منطقياً، إذا طبيعة الحال أنا عم وقف كل يوم أكلي لنقول ساعة 6 وأخذ هالقرار على أو أخذ هالقرار على مدة شهر أو شهرين، فإذا كل اللي تلقمش اللي هو عم يصير بعد 6 ونحن يا ما في عالم بلقم شو بعد هيدا الوقت، هيدا توقف. من ناحية تانية، إذا نحن عنا ظهراتنا سهراتنا اللي كمان خصوصا بدي أحكي عنا بمناطقنا معودين إنه نكون عم نعملها معوق، هيدي كلها كمان عم نروح وما عم ناكل بهيدا الوقت. فأنتوا بطبيعة الحال وقتا ما عم تاكلوا بعد الساعة 6 وأنتوا معودين كتير تاكلوا وتلقمشوا بهالوقت، عم نحكي على الضعف، أكيد رح تضعفوا. نعم. 100%. بس في أشخاص ممكن ياخدوا هال 16 ساعة مأخر أكتر. مزبوط. ففي أشخاص بيرجعوا بيقولوا بعد العشاء تنقول 16 ساعة رح أعملها من التنتين بالليل للصبح. أيه. هل بتعتقدي تينا أنه النتيجة رح تكون هي ذاتها؟ الجواب هو لا. أوكي. أوكي. فنحن وقت عم نعمل هالإنترميتنت فاستينج، كل ما أنا فكرته أني وقف بكير بالليل كل ما هو رح ينجح معي أكتر، رح يفيد أكتر. هلأ الشغلة الثانية، وقت أنا عم باكل بهالثمان ساعات طبعاً عم باكل بطريقه صحيه. هلا صار في وعي شوي. هو وقتها انت عم بلشتي بالفكره تقولي ياي رح اكل كل شيء بهالثمان ساعات، ولكن تعي نشتغل عليها مضبوط انه لا انت صحيه رح تلحقي تاكلي بس 100%. وانت تروقتي ما رح يعني بالاجمال ما رح نتروق المقالي والاشياء، تروقنا ترويقه عندنا يعني اوتوماتيكلي كميه الاكل رح تكون اقل وسعرات الحراريه فانت وقت اكلتي بوقت اقل سعرات الحراريه منطقيا بدها تكون اقل.
بس فينا نقول انه هيدا الدايت يعني مثل ما قلتي لانه في عدد ساعات طويله الواحد ما عم بياكل اوتوماتيكلي عم بيحرق، ولكن الافاده الصحيه منيحه ايجابيه. الافاده الصحيه كثير ايجابيه، ممكن ياذي بعض الاشخاص. هلا بعض الاشخاص، الاشخاص اللي عندهم سكري اللي عم ياخذوا ادويه، هول الاشخاص ما فيهم يعملوا مثله او مثل غيره كمان، مثل غيره او نعم. الامراه الحامل. ولكن لا، الشخص اللي صحته منيحه بالعكس، انا من الاشخاص اللي بحمس. فلاوضح فكرتي، انا مش غلط ابدا انه نحن نكون عم نوقف الساعه 6، ولكن انا دائما بقول نحن بدنا نضلنا عم ناكل صحي حتى بالوقت اللي عم ناكل فيه. بعدين في اشخاص قادرين يوقفوا الساعه 6، حطيت هيدا الرقم، هن اشخاص بيناموا الساعه 9 مع 10. نعم. ولكن الشخص اللي عم الشخص اللي عم نام الساعه 2 رح يكون رندا لهالمعلومات. نحن رح نحكي عن باقي انواع من الرجيم بحلقات قادمه. رح ناخذ بريك مشاهدينا ومكفينا لايف.